بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: أنا شاب من الله علي بالهداية ولله الحمد، وعلي مظالم لبعض أقاربي، وهي أموال سرقتها منهم ونويت إن شاء الله أن أردها بعد توفري هذا المبلغ لدي. السؤال: هل تقف هذه المظالم في طريق استجابة الله لدعواتي؟ هذه المظالم لا تمنع قبول الدعاء، ولكن هي تبقى عليك، تبقى في ذمتك، فإما أن تقضيها في الدنيا أو تطلب المسامحة من أهلها، وإما أن تبقى عليك في إلى الآخرة فتحاسب عليها. فعليك بالمبادرة مهما أمكن لأدائها إلى أهلها، أو طلب المسامحة منهم، أو أن تسجلها عندك في أوراق وتقول: هذه حقوق لفلان وفلان وفلان، من أجل أن تتذكرها وتؤديها، أو إذا مت تؤدى من تركتك، تكتبها وتعترف بها أنها حقوق لفلان وفلان وفلان.